هلا نحن اليوم باقليم كردستان بمعيه شباب منظمه تي ان اف، الشباب الطيبه هاي اللي طالعتنا من ادلب ومن القصف الدائر على الجبهات، والله يعطيهم الف الف عافيه. ودخلونا عن طريق الحدود السوريه العراقيه، كان استقبلونا استقبال رائع جدا وراقي جدا، والله يديم هيك منظمه ويعطيها الف الف عافيه. شباب بيض الوش وما قصروا معنا نهائيا باي شيء، ونحن اليوم مبسوطين كثير منهم. وإسا انا بطلب منهم ومن القائمين على هالعمل يساعدوا كثير عائلات، لانه في عائلات مسيحيه متضرره كثير بسوريا، يا ريت لو بيتابعوا معنا هيك موضوع وبيساعدوهم وبيجيبوهم لهون. وانا فعلا باسمي واسم اولادي بتشكر منظمه شباب التي ان اف والشباب القائم على هالعمل على استقبالهم الكبير. يعني والله ما حسينا باستقبالهم غير وكانه نحن باوروبا، يعني الحقيقه من الاستقبال الحلو هذا. والله يعطيهم الف الف عافيه.